السلام عليكم. أول تحرك رسمي من إيران ضد أمريكا بسبب احتجاز سفينة تنقل وقودا إلى فنزويلا. أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأربعاء تقديم شكوى إلى المؤسسة الملاحية الدولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية لقيام الأخيرة بتوقيف سفينة كانت تنقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا. وقال جليل إسلامي نائب رئيس مؤسسة الملاحة والموانئ الإيرانية إن المؤسسة قدمت شكوى لدى مجلس الملاحة البحرية الدولي ضد واشنطن بسبب توقيفها سفنا تحمل الوقود الإيراني المصدر إلى فنزويلا، وذلك حسب وكالة ماهر الإيرانية. وأضاف أنه ينبغي تصدير الوقود والمشتقات النفطية الإيرانية وفقا لسياسة الحكومة، مشيرا إلى أن طهران تسعى لكي تعيق العقوبات الأمريكية لتصدير المشتقات النفطية وبقية السلع. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الحكومة الأمريكية احتجزت للمرة الأولى سفنا قالت إنها تنقل وقودا إيرانيا بما ينتهك العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. كما قالت وزارة العدل الأمريكية يوم الجمعة الماضية إن الولايات المتحدة سيطرت على 4 شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا وصادراتها، ووصفت ذلك بأنه أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق. وأصدر وزير النفط الإيراني إعلانا وصف بأنه اعتراف للمرة الأولى من نوعه بشأن ناقلة النفط التي صادرتها أمريكا الشهر الماضي. وقال وزير النفط الإيراني في تصريح نقلته وكالة بلومبرغ الأمريكية إن ناقلة النفط التي صادرتها أمريكا الشهر الماضي وهي في طريقها إلى فنزويلا تم شحنها من إيران. من جهته أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن السفن التي احتجزتها الولايات المتحدة وادعت أنها إيرانية لم تكن إيرانية ولا تحمل علم إيران. وقال روحاني أثناء اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا هذه الكذبة كانت لتغطي على الخزي الذي لحق بالولايات المتحدة في مجلس الأمن بعد رفض مشروع قرارها لتمديد حظر على إيران. في الأخير إذا كنت من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسى الاشتراك لتتواصل بالجديد.